بشكركم من كل قلبي، يا رب تكون قلت علاجكم. يا فايتني في حيرة ونار للفنانة الراحلة ذكرى، ودي على فكرة من الأغاني اللي أنا بعزها جدا جدا، وبحب أن أنا دايما ألعب الأغاني اللي هي يكون فيها طرب. وأنا كنت بلعب الأغنية دي من كرد الله، كرد الله يعني كرد الحسيني، من على كولة الحسيني اللي هي رز صول بياتي لا. يا رب تكون تعجبكم. من يقتني ناي أو كولة في البيت الفني يرجى الاتصال ب 0122 33 44 078. إيميل على الهوت ميل صابر 144 هوت ميل. إيميل على الفيسبوك صابر كولة بالعربي وبالإنجليش. إيميل على الفيسبوك الجديد البيت الفني للناي والكولة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من البيت الفني لصناعة آلة الناي وصناعة آلة الكولة. يا رب تكون قلت عجبكم. يا فايتنا في حيرة ونار للفنانة الراحلة ذكرى. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صابر كولة. شكراً.